احنا ناس وقافه. نعم. لازم نوقف ننقل للعالم بان احنا بلد محب، احنا شعب نحب السلام، شعب مرح، شعب جميل، يحب الفنون، يحب الثقافه، يحب الرياضه. هذا الشعب العراقي. ترى العراقي انسان جميل جدا، بس الاعلام ظهر بصوره مشوهه، وهذا مقصود بيه طبعا. ولا شنو بالعراق؟ كل شيء جميل بالعراق، من زاخه وحد الفاو كله جمال. يعني انا اصور برنامج على الكورنيش، كل العراق حكي وياه، من دهوك حكي وياه، من سليمانية، من الخليج، من كل دول الخليج، من عرب، ناس يعني مو بس من يعني ناس عرب جايين من مصر موجودين هنا. صحيح. ناس هوايه توانسه موجودين، قابلتهم يعني شيء جميل الحقيقه. حتى ظلينا ما ننام، انت تحس عبالك برمضان انت. والله ما قاعد تنام. وجميل جميل برات تشوف ناس ما شايفهم صار لك هوايه، يعني ما اعرف الفرحه ما توصف. يعني كنا انا والكابتن قاعدين نباوع الحفل الافتتاح، حفل الافتتاح شيء فنيا مبهر. كل اكو اخطاء ولكن شيء جميل، يعني شوفه بالعين جميل. انت ما تحس بي، انا فنان احس اكو اشياء المفروض ما تصير، ولكن اشياء جميله طلعت. المختص ممكن يشخص بالضبط، بس مو صاحب الاختصاص. ايه؟ يشاهد عمل متكامل بالضبط، بس هو عمل جميل متكامل. ثبتنا للعالم وللناس بان احنا نقدر ننظم. احنا اعتقد عندنا بطوله عربيه صح مقبلين عليها، هذا اعتبره بروفة. شلون واحد يتمرن على مسرحيه شوف شنو اخطائه وبعدين يصححها، هاي بروفة، ونتجاوزها ان شاء الله اذا اكو اخطاء بسيطه. بس رساله للاعلام العراقي وبعض المدونين، اظهر الحالات الجميله. حلو. اظهر الحالات الجميله. انت اخي عزيزي حبيبي عندك خلاف مع الحكومه المركزيه، عندك خلاف مع الحكومه المحليه، عندك خلاف مع وزاره الشباب، عندك خلاف مع اتحاد الكره، شيله على جنب اجله، والان بعدين احكي وياهم. صحيح. الان احنا محتضين اخواننا واشقائنا، احنا دوما نتناقر بيناتنا. هسه وعده من الدقات المزيان حبيبي جعفر عافك وجهك.